يقول العلامة بن عبد البر: وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا من قريش بمكة يدعو الناس فيها إلى الإسلام حتى خرج عنها. الأرقم بن أبي الأرقم من السابقين الأولين إلى الإسلام، قيل إنه أسلم 7/7 على يد أبي بكر الصديق وكان فتى دون 20. وصارت داره بمكة على جبل الصفا مقرا لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجر الإسلام. جلس فيها يتلو على صحبه ما يوحى إليه من قرآن كريم ويعلمهم أمور دينهم. بقي الرسول يدعو إلى الله في دار الأرقم حتى بلغ عدد أتباعه 40 مسلما، فخرجوا يجهرون بالدعوة إلى الله. لم يكن الأرقم المخزومي معروفا بإسلامه، فما كان يخطر ببال قريش أن يلتقي محمد وأصحابه في بيت الفتى. ويروى أن الأرقم كان من بني مخزوم، القبيلة المتنافسة مع بني هاشم، وأن احتضانه النبي الهاشمي ودعوته يعني انقلابه على أهله وانضمامه إلى صفوف خصومهم. لكن الأرقم لم يخش غضب أهله، وغامر حبا للنبي وإيمانا برسالته. وذكر أنه هاجر إلى يثرب وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها، وأنه لأمانته واستقامته سلمه النبي أمر الصدقات في عهده. توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة 55 من الهجرة، وقد جاوز 80 عاما، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ودفن بالبقيع. وخلده التاريخ صاحب البيت المبارك الذي احتضن خير الخلق وأشاعت من بين جدرانه دعوته على العالمين.